طيب نسمع هذا الحين من الشيف الله يسعدك ابو علي. نشرح اول شيء من اول مكونات الاكله. بروستيت الدجاج عباره عن دجاج مقطع من المفاصل، تحديدا من المفصل. دجاج البروستيت بيتقطع من المفصل، يعني الجنح بيطلع لحال، الصدر لحال، الرجل والجنب، الرجل بتطلع لحال اللي هي الفخده، والجنب بيطلع لحال. بصير عندنا 2-4 قطع، نصف الدجاجه بتصير 4 قطع. يا سلام. عشان درجة السواء تعلى باخذ الصدر هذا وبسويه قطعتين بالنص. الجلد بحتفظ فيه لأنه حطحنه، حط له طحين. بنقول ثاني مرة مكونات الأكل: دجاج، دقيق، بهارات مشكلة، ملح، ثوم، ليمون، خل. خل صناعي أبيض. طبعا الخل بيسحب الدم والزفرة من الدجاج. نعم. البهارات عبارة عن فلفل أبيض، قرفة، فلفل أسود، هيل، جوزة الطيب، كمون. بهارات البروستيت: فلفل أبيض، فلفل أسود، هيل، قرفة، كمون، جوزة الطيب. جميل. بالإضافة للملح. جميل. الآن الطريقة مثل ما أننا حنقطع الدجاج بالمفاصل 4-5 قطع. اوكي لحظه، انت قلت 4 قطع صح؟ 5 قطع هي الاستواء. الصدر قطعتين عشان ما يطول يستوي معنا، لانه ما في ماكينه بروستيد في قلي عاديه. يا سلام عليك. اول مرحله بعد التقطيع حجيب الخلاط. طيب الخلاط حط فيه كوب مي، حط عليه البهارات، نصف الليمونه قشرها اشيلها من القشر واخلي قشر بسيط. القشر البسيط هذا بيعطي طعم ونكهة طيبه. وبوضع الثوم بعد التقشير، بوضع كمية الملح المناسبة اللي هي نصف ملعقة ملح بس عشان ما يملح معك، نصف ملعقة الطعام ملح. والخل أجين بعد الصدر، الشيء الثاني الخلاط. بعدين شو كتبت أول شيء أنت؟ الصدر له 5 قطع. حلو. بعدين الخلاط. بعدين بنجيب الخلاط بنحط فيه كوب مي. أيوة. وبنوضع عليه على بالخلاط البهارات. فهمتها صح؟ بهارات هذه. أي نعم. مع الموية. نصف ملعقة ملح. أنت مجهز الزيت يا أبو علي ها؟ نعم هذا مجهزه. نصف وازن البهارات. إيه الليمون والثوم. زيت مليون شجرة. زيت بكر. شوف صفارة ما شاء الله. بعدين. يبرك. ضيف الليمون والثوم والخل والملح. بعد البهارات. إيه. الخلاط. أول شيء نضيف البهارات بعدين. عادي لو حطيت الليمون بعدين البهارات نفس الشيء، كلهم حيتجمعوا في الخلاط. طيب. فهمت علي؟ أضيف ذي كاملة في الخلاط. أقول لك حاجة، اللي في الخلاط البهارات والخل والملح والثوم والليمون، هذا في الخلاط. تم. طيب محمد تعطينا شيلة. أبشر. هذا اللي بيه هزمة. الخلاط. لا تروح تحط لي الدقيق بالخلاط. هذا ما فيها شيء. بيطلع مو مقرمش مجرمش. بيطلع. يلا. والبطاطا وش دورها هني؟ البطاطس بطاطا تقطعها اصابع وتقليها رقم 1 قبل البروستيد، بين ما يتنقع البروستيد بالخلطه بالبهارات. نقليها بنفس القدر ولا غير؟ بنفس القدر. اول حاجه قطعنا الدجاج وضربنا البهارات على الخلاط، مكسنا الدجاج مع الخلطه اللي سويناها بالخلاط وتركناها تتشرب وتاخذ نكهه من البهارات. بين ما تاخذ نكهه بقطع البطاطس وبنزلها في الزيت الحامي، وليس الحامي يعني درجة عالية عشان ما يحرق لك المنتج. لازم يكون حرارته عادية، لا بارد ولا حامي كتير. نزلته على بارد حيتشرب الزيت الأكلة وحتطلع مرتخية. نزلته على حار كتير حيلدع من برا ومن جوا غير مستوي. يلدع. واضح يا شباب؟ واضح. توكلوا على الله. الليمون قشره؟ قشره ليمون. ولا نخلي فيه بعض؟ خلي فيه عرق صفاره، عرق. لو زودت حيمرمر. طيب شوف هنا صح؟ كيف؟ الصدر 5 قطع. هذه الخطوات: الخلاط نجيبه كوب ماء، بعدين نضيف البهارات والخل والملح والليمون والثوم. نعم. يلا يلا. وهذا بعد نتاع هذا بودرة. هذا الطحين، ما حكينا على الطحين. الطحين بودرة. الطحين بعد ما نطلع الدجاج من الخلطة نصفيه من المي حقت الخلطة ومنجيب وعاء مفتوح منحط فيه الطحين ومنخلط فيه الدجاج. المرغة على الأخير، ما يتم فيه مسامات مفتوحة بالمرة. وتنفضوا من الدقيق وتنزلوا على الزيت الحامي. بتنزلوا على الزيت الحامي 12 دقيقة
على نار متوسطة، لا هي تحت ولا اي اي نعم. ما شاء الله، لا بتفزون. نشوف بوست مين راح ينجح اليوم. الله يبرشت حياتك كذا باذن الله اليوم. انك الله يبرشت. انا عاد مشتهي برستد اليوم يا ربي. ابشر بالضبط هنا.